مساء الخير. طقس خريفي متقلب وبارد جدا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب كتل هوائيه شماليه بارده، وبدءا من بعد ظهر الاربعاء المقبل بيتحول طقسنا الى ممطر وعاصف بسبب وصول منخفض جوي بيستمر حتى نهايه الاسبوع. الحراره الليله منخفضه جدا خصوصا على الجبال، اما رطوبه فعاديه البحر متوسط الموج وحراره 119 درجه، والليله طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع درجات حراره منخفضه جليد على الطرقات الجبلية والداخلية، وبتحول إلى غائم مع تساقط بعض الأمطار بالمناطق الجنوبية والثلوج على المرتفعات. لبكرة الثلاثة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكون جليد على الطرقات الجبلية والداخلية خصوصا بساعات الليل والصباح الأولى، ونسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 232 مليمتر، أما عام 2015 ف172 والمعدل العام 262 مليمتر. ومنحب نبشركم أنه نسبة المتساقطات السنة تخطت السنة الماضية، ومعدل تساقط الثلوج أكثر من معدل العام الماضي. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة. رح تسجل الليلة على الساحل 7 على المرتفعات درجتين، بالبقاع 6 تحت الصفر، والأرز 10 تحت الصفر. نبقى هلأ أيضا بجولة أخرى على درجات الحرارة رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 12 ببينو أبي سمرة 14 بشر 2 تحت الصفر وأنف 13، الرابعة 10 بعبدة 14، دريا 4، شقيف 8، ومعركة 14. الرطوبة بتتراوح بين 30 و60%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ 7-14، الأربعاء 8-15، والخميس 8-15. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 8، عمان 8، القدس 9، الرياض 25، الجزائر أمطار 13، الرباط 17 مع هطول الأمطار، وباريس 6، برلين درجتين، روما 15 وهطول للأمطار. وهيدا كان كل شيء. باي.